باش نحكيو على النقل في تونس واللي هو دستوري ذكائي والدستور المواطن في تونس ممنوع يتمتع به على اكمل وجه. خلينا نسالوك انت اليوم الحق هذايا متمتع به كتونسي والا مهضوم؟ فيش تحكي يا اختي، تحكي على نقل راكي، انا نقل تحكي عليه، تقل نحكي على البر، نقل البري، نقل الجوي، فانا نقل، انا نقل اختي تحكي. اختي راي اللي يخدموا في شركه النقل راهم يكرهونا، ما يحبونيش، ما يحبوش الشعب نتاعهم، البلاد هذيا باش يخدمها لازم يحب الشعب نتاعو، هما يكرهونا، ما نعرفش علاش يكرهونا، نحنا ما نعرفش علاش يكرهونا، يحبونا خلصوا في مترو وفي كار، مترو وكار وطياره، طياره زاده، يحبونا خلصوها وهما طلعوا فينا في توك توك، في كار ما جات حتى شيء. انا شنو ذنبي كي وفر لي هو كارك هكا وقول لي خلص، والا مترو ما يطلعش العباد، اصل العباد هو اصل هذاك ماهوش نتاع عباد، نورمالمون يطلعوا فيه البقر، حيوانات حاسيلو للتير، جايبين لنا متروات ما فيهمش شبابك، انت شكون اللي جايبهم هذوما البلاد؟ مترو ما عندوش الحق يسركيلي، عمره 50 سنة ما عندوش الحق يسركيلي، ترى عمره 60 سنة. حكيت على متروات ما غير شبابك، شكون خلاهم غير شبابك؟ الدولة. نورمالمون كي تكسر شباك يتقد، واللي يتكسروا يتحمل مسؤوليته. اخي يتكسر باب ما عاودوش نصلحوه. يتكسر سكه ما نصلحوش يعني نقعدوا نتفرجوا فيه. تتكسر طياره قطعه. تتكسر قطعه في طياره نقعدوا نتفرجوا فيها. شوفوا الاسطوره نتاع الطيارات نتاعنا. يا ودي يطلعوا في طياراتنا العباد تضحك علينا. يا ودي شوفوا الاسطوره نتاع البابورات نتاعنا، البابورات نتاعنا. شوفوا البابورات نتاعنا، شوفوا اش عندنا، العباد تضحك علينا، شنو الاسطول؟ عندنا 5 طيارات وزوز بابورات، يرحم والديكم، و8 كيران، يرحم والديكم، و3 متروات، يرحم والديكم، انا بلاد، يكرهونا المسؤول تقول لي الدستور، النقل يكره الشعب، ما فهمتش علاش، فما 5000 مواطن، بربي نقطة، 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 بربي نقطة، سامحني اختي، شركة النقل يخدموا في النقل اختي. ياخذوا بنوات نتاع ماكله 200,000 يعاركوا عليهم، عاملين عليهم واحد، عاملين عليهم جرافيت وموقفين عليهم البلاد. اختي منحه ليتام 200,000 يرحم والديك، ياخذوا فيهم هما ماكله بركه، منحه ليتام يعطيو فيها اللي عنده ايتام واللي راجلها ميت واللي ما عندهمش سي ان اس اس واللي ما عندهمش، ياخذوا 200,000 هما، ياخذوا 200,000 بنوات تاع ماكله. عارفش كم نوكل فيه انا، نعطيه خدمه، نعطيه شهريه وبريم وزيد نعطيه الماكله، وشنو هي الخدمه اللي يوفر لي فيها؟ لا عنده منظر، لا عنده هنديم، ما عنده حد شيء. يقعد يخدم في الشركه ما عندوش منظر باش يخدم في شركه، هذاك وجه الشركه، شوفوا الشوفره كيفاش تخدم. ما فهمتش كيفاش شركه خاسره، واحد عنده لواج ب9 بلايص يخلص اللواج ويخلص فينيات ويخلص اسيرونس ويخلص الدنيا الكل، واللي يخدم الاخر وشركه هذه في الشعب التونسي الكل تطلع في المتروات ويطلع في الكيران ويطلع في دراشرو تطلع خاسره، ما فهمتش كيفاش. يعني التونسي ما عندوش دخل في ازمه نقل باعتبار يقول لك معناتها يخرب يكسر، ما عندوش المسؤوليه، معتبر رزق البيبي يعني تمشي بالعقل. يا ودي هي في العالم الكل يكسر. يا اخي شنو انت وفرت لي؟ عباد اش بيك يطلع في نقل ريفي ما يكسرش؟ انت وينك دولة؟ ما يسالش انا نكسر، اي واحد يكسر، انت وينك؟ ما كنت تقوم بخدمتك، باهي هو تكسر، انت ما صلحتوش، انت تكسر، الفلوس شنو قاعد تعمل بها؟ اللي قاعد تصور فيها شنو قاعد تعمل بها؟ مش قاعدين يخلصوا، انت وينك؟ الدولة كدولة انت وينك؟ انت وينك؟ في البلايص الكلها، انت كدولة وينك؟ الدولة قلت لك الدولة ما يحبوش الشعب. البهايم تخدم على الجمال، نحن سيادتنا لازمنا نعطيه الفلوس، هو ما يقدم لي حد شيء، هو مش قاعد يخدم. في البلايص الكلها تمشي البوسة تلقى واحد بركة يخدم والقشيات كلها فارغة، علاش؟
عليه. ضمير مهني يعني مش ضمير، ما يحبوش البلاد اللي تحكي معاه. يقول لك نحب نمشي برا، امشي، نحب نمشي، نحب ياخذ شهريه، نحب ياخذ البريمات، نحب ياخذ كل شيء. ما فماش شكون يحاسبه. الموظف في تونس يخدم في 4 دراج في النهار، هذه هي التقرير نتاعهم هما، مش نتاعنا نحن. احنا شعب يا بنتي، نحن تحكموا فينا. هما الشعب راهو هما يحكموا فينا. وفر لي السول نتاعنا من عام مترو عنده 30 سنه، وتزيد تحكي لي انت بدلوا البلار وما بدلوش. راهو متروات عمرهم 30 سنه، راهم طيارات، راهو قديمه، راهو الحبيب مازالوا طامعين فيه، يحبوا يخدموه. راهو بابور فيوس بحر عنده 30 سنه يخدم، يعمل مازال جديد. راهو العباد مازالت تخمم مازال جديد. المشكله مش هذية، المشكله عامين اخرين. توا الاسطول هذا ما فماش، المشكله في عامين اخرين. عامين اخرين شنو باش ترقى؟ نرجعوا للوسائل البدائيه، وسائل اي. احنا انا قلتها مره، فهمت باش نعملوا بهيمات في وسط هنا شارع حبوب رقيبه في برشلونه، باش نعملوا اكجنينه غاديك فما حشيش، باش نعملوا واحد، باش نعملوا شويه بهيم شويه حصلنا، كل واحد كل قدير وقدره، فهمت. نعملوا غاديك وكريتا وباش نوليو نمشيو هكاكا، ما فماش مشكل. راهي وزاد حاجه اخرى، راهو الترونسبور راهي مش تونس العاصمه، راهو اخرجوا للرياف شوفوا شنو هو الترونسبور هذا في تونس العاصمه، يعني وجه البلاد الكل. منك انت تمشي للرياف وتشوفوا شنو معناتها ترونسبور، وتشوفوا شنو هي العباد كيفاش تعيش. هنا راكم تعيشوا هنا فما مغرفه، يعني كيفاش في فمك مغرفه ذهب تسمى العاصمه. مالك تمشي للرياف اللي هنا كان هنا فما 3 كيران توك 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 توك، فما غاديك ما فماش حتى توك توك توك. ناس حاسين ومازالت تعيش في القرون الاخرى، فهمت. احنا تو في القرن 19، هما كانوا في القرن 17، نعرف اللي احنا في ال 21 ولا 22 فهمت. احنا يعني راهي تونس ماهيش وسط بلاد. مشيو شوفوا النقل في الرياف شنو هي معناتها. راهي مازالت ناس تمشي في تراكتور، مازالوا يهزوا المرضى في على البهيم، مازالوا يعبيوا في البهيم على البهيم. يعني مازال البهيم راهو وسيله نقل في تونس، راهو البهيم معتمد. رانا ناكلوه ونبيعوه ونركبوا عليه، وراهو صديقنا ذاك البهيم. هذاك عامين اخرين قلت تربي 3 سنين اخرين نوليو، فهمت. هنا وتولي هذا الناقل الرسمي نتاع تونس، بهاي المساند الرسمي للتونس هذاك البهيم. واللي اكثر شويه يعمل حصاء، فهمت. اللي اقل شويه يعمل بغل، حاشاك حاش اختي وحاشا من ياسمع. هذاك هو. واللي يحب يسافر لبرا عندنا الحارقه اختي، عندنا الحارقه، البابورات موجوده، يحرق خاطر البابورات نتاعنا ما فهمهاش، فهمت. شوفوا المواطنين بالخارج شنو يحكيو. والطيارات كيف هذيك الطيارات، فهمت. تو نطيروا احنا بيدنا الطايرين، يحبونا نطيروا هما، يحبونا نطيروا نحن، نحبوا هالبلاد هذي اما هما يحبونا نطيروا، فهمت. هما يحبونا نطيروا، وهذه هذا العباد كلها ولات تحب تطير. هذيك هو الترونسبور اختي في تونس. والبهايم تخدم على جميع. فما تونس للاسف معناتها دفعت فاتوره الازمه نتاع الترونسبور، اللي يطرد من الخدمه، اللي يسمع الكلام، اللي يسمع اللي معناتها يتعرض للعقوبات. انت صارت لك مشكله في الخدمه جراء الترونسبور. اختي راهم شفت اللي يخدم تحت العباد، اللي ما يخدمش في الادار، اللي ما عندوش كرم. الكل اختي فانا ايتها ساعة انا نحط، وانا سيدي الصباح وصلت للخدمة فرحا مسرورا. وصلت للخدمة سيدي، وصلت للخدمة ما نعرفش انا ايتها 7:30 ولا 7، فانا ايتها متاع خدمة تحبني نوصل. كيفاش وصلتني انت للخدمة؟ كيفاش انا وصلت للخدمة؟ يا سيدي انا وصلت يا سيدي، ما نقولش انا خاطر المعلمية كلها استانست بالحكاية ولا تفهم الحكاية. اكثرية المعلمية يعني اشتر الشهرية، كان مش يمشي اشتر الشهرية مش يمشي رقصاص. والله ما نعرف. أما أختي فانا أنا باش نوصل، أنا كي نوصل لخدمتي الصباح في باش ناخذ مترو ولا باش ناخذ كار ولا باش ناخذ أي وسيلة نقل، كيفاش نوصل أنا للخدمة؟ شنو هو الروندمون اللي أنا باش نعطيه للمعلم؟ كيفاش تحبني أنا نوصل؟ ونزيدك حاجة أخرى، وأنا كي نروح لداري، نروح لصغاري، فأنا نفسية باش نروح معاه. اختي راهو مترو مسكر، مترو ما فيش شباك، اللي جابوا راهو جابوا السيد هذا بهيم، ما فهمتش، شباك ما فيش بلار، فيه بلار وفيش شباك، شيء يضحك. راهو في تونس حاجات تضحك، قوانين تضحك، عباد تضحك، عباد ولا تحكي وحدها في الشارع. جايبين في تونس في 45 سخانه مترو بلا شباك،
تحبوا ما يكسرش الباب، تحبوا ما يكسرش الشباك. يدي يدي يا اختي حكت الجدرون في تونس ب 20 دينار، تدي ريحه الضبابة في المترو مخك يقف. كيفاش تحكي راك تعيش في تونس؟ تحكي على ترونسبور في تونس، قلت لك راو راو البهايم من هنا عامين اخرين والشحوشه والواحد راو باش تولي الوسيله النقل المعتمده في تونس، المساند الرسمي للزواج ونستعدوا. هكا بديت نقرض هي تو البهايم شويه تمشي للرياف مع الشرقه خاطر ناكلوا فيهم، فهمت؟ اما مش عارف باش نعمل، مش عارف باش نعمل. هذوكم قولوا لهم انتم ما عندكمش استراتيجيه من هنا لعام اخر عامين اخرين كي تكسروا زوز متروات اللي عندنا ولا ثلاثه الترانات اللي من عام 60، عندكمش باش تجيبوا لنا متروات اخرين ولا باش تجيبوا لنا كيرات؟ تقول لك والله العظيم عندنا ازمه، عندنا ازمه. انا ما فهمتش العباد يعني حسب كلامك ما عادش ندخلوا البهايم وناكلوهم، خلينا معناتها باش نسحقوهم جايين جايين باش ناكلو بالطبيعه. وسيله نقل معتمده راهي في الارياف، البهيم راهو وسيله نقل معتمده، يعني راهو الكريته، فهمت اختي؟ راهو الكريته عندها مفعول سحري، راهي الكريته فهمت تساعد على نظافه الهنديم. الكريته راهي حاجه معتبره ياسر اختي. راهو الكريته راهي خير من المتروات اللي موفرينهم، خير من الكيران اللي توا قاعدين موفرينهم. والله احمد ربي يا اخي، نحمد ربي على شنو؟ باش نحمد ربي علاش انت مسؤول؟ انت مسؤول على شنو؟ ما فهمتش انا. المسؤولين قاعدين شادين المسؤوليه، نعرف المسؤول ياخذ قرار. اسكو المسؤول اللي غتوا في النقل ينجم ياخذ قرار؟ ما فهمتش انا شنو قاعدين يعملوا. ماكش قادر باش تجيب لي مترو علاش تشد في مسؤوليه؟ ماكش قادر باش تجيب مترو الطياره علاش تشد مسؤوليه؟ ماكش تيني سير فيها 5000 خدام يخدم على 5 طيارات، يا بنتي كيف 1000 خدام على طياره؟ ما تجيش، مش معقوله. يا ودي ما فهمتش انا، المسؤول اللي يخدم ما عندوش مسؤوليه، مسؤول على شنو؟ ما فهمتش مسؤول على شنو؟ عنده كهرباء وعنده ولاد وعنده كهرباء وهو ياخذ ليسونس وياخذ بالبنوات نتاع الماكله وبنوات ليسونس وبنوات والضو ويعطيه دار نتاع كريا ويعطيه الدنيا الكل وشركه وكليماتيزور، عنده الحق يقول له 65 سنه ويقول له لا نحب نخدم حتى لل 70 سنه. يودي يقول له راك باش تخرج 60 سنه انت ريت، يقول له لا ما نحبش نخرج. بالطبيعه ما يحبش يخرج، ترى يجي يخدم يطلع معنا في المترو ويطلع معنا في كانو مسؤول بالرسمي، يطلع معنا في الكار، فهمت؟ ونحيوا له لوبسيونات هذوك الكل ونحبوا نشوفوه كيفاش يقعد ال 65 ولا 70 سنه.